السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك، والفيديو بتاع النهاردة لو عندك التلاجة فيها ضعف تبريد وشاكك ان الفريون بتاعها ناقص او عاوز التلاجة تتشحن، فهقول لك النهاردة ازاي تعرف بخطوات بسيطة جدا وبدون اي ادوات تلاجتك فيها ناقص فريون ولا عايزة تتشحن، ولا المشكلة مش في الشحن وفي الفريون والمشكلة في حاجة تانية. فكل ده هقوله لك في فيديو النهاردة بإذن الله. كل اللي عليك ان انت تتفرج على الفيديو للنهاية وتنزل تشترك دلوقتي في القناة عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لك اول باول، سواء صيانة او بيع اجهزة، وما تبخلش علينا بدوسة اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نشوف الخطوات عشان تعرف تلاجتك ناقصة فريون ولا المشكلة في حاجة تانية. اول حاجة احب اقولها لكم في بداية الفيديو عشان في ناس ممكن ما تكونش عارفاها او في ناس ما تكونش عارفة الفرق بين التلاجات، ان في نوعين في السوق من التلاجات. التلاجات الديفروست اللي هي التلاجات العادية، ودي بيكون فيها شبكة في الظهر وبتكون الكابينة منفصلة عن الفليزر، وكمان دي اللي بتكون الاصدار القديم اللي بتكون بتكون تلج، دي التلاجات الديفروست. والنوع الثاني اللي معانا التلاجات النيفروست اللي هي التلاجات الحديثه اللي ما بتكونش تلج، ودي اللي بتكون فيها مروحه في الفليزر هي اللي بتوزع التبريد للكابينه اللي تحت، وما بيكونش فيها تلج في التلاجه من جوه، وكمان في بعض التلاجات بتكون ما فيهاش الشبكه الخلفيه وبيكون الشبكه في جنب التلاجه. كل ده هنعرفه، بس انا بحب اقول لك المعلومات في الاول عشان لما نبتدي نشرح نبقى عارفين الفرق بين التلاجتين. تعالوا نعرف دلوقتي لو قدامك تلاجة وعاوز تعرف شحنها كويس ولا فيها تسريب ولا عايزة تتشحن مع بعض. اول حاجة الخطوات اللي هقولها دي بتنطبق في جميع انواع التلاجات، يعني مش نوع معين. واحد هيقول لي لا دي فريش وانا عندي كريازي او عندي زانوسي او عندي سامسونج او عندي ال جي، كل التلاجات زي بعضها. فتعالوا اول حاجة لازم تكون التلاجة شغالة. ما ينفعش اما انا اجي اكشف على التلاجة او اشوف التلاجة دي تبريدها ضعيف او اشوف اما هي فيها مشكلة نقص فريون ولا لا، لازم تكون شغالة والمدة يوم على الاقل. اقل حاجة اما التلاجة تكون شغالة لمدة يوم عشان اشوف التبريد بتاعها. ما ينفعش اما انا التلاجة اروح حاطط الفيشة واستنى نص ساعة وابتدي اشوف، لا، من الافضل اما انت تسيبها شغالة لمدة يوم. طيب التلاجة اللي معانا دي شغالة بقالها اكتر من يوم، هنيجي نبص كده مع بعض. هنفتح الفليزر، طبعا انا مفضل الفليزر عشان ما ياخدش وقت من الفيديو، هشيل الرف ده كده. زي ما انتوا شايفين دي تلاجة نو فروست اللي هي بيكون فيها مروحة داخلية غير التلاجة الدي فروست. عرفنا اما التلاجة دي نو فروست. كمان هنبص كده في ظهر التلاجة، زي ما انتوا شايفين كده ظهر التلاجة مفهوش شبكة. التلاجة النو فروست اللي معانا دي، في تلاجات برضو نو فروست بيكون فيها شبكة. اول حاجه عشان تعرف اما في فريون ولا لا او الموتور بيضغط فريون، تحط ايدك على الشبكه الخلفيه. لو عندك ثلاجه فيها شبكه خلفيه بتحط ايدك، ومن الطبيعي ان الشبكه تكون سخنه. لو الشبكه بارده فده اول سبب من اسباب ان انت تتاكد ان مفيش فريون والشحنه ناقصه بتاعه الثلاجه، او في سدد في مواسير الثلاجه او فلتر بتاع الثلاجه. طيب لو مفيش شبكه خلفيه زي التلاجه اللي معانا دي هتعمل ايه؟ هتيجي على جنب التلاجه اهو، سواء الجنب ده او الجنب اللي الناحيه الثانيه، الشبكه الخلفيه بتكون في الجنب هنا في التلاجات دي، تمام؟ هتيجي تحط ايدك على الجنب بتاع التلاجه كده، هتلاقي التلاجه الجنب بتاعها كله سخن، تمام؟ لو الجنب بتاعها بارد يبقى برضو في مشكله في الفريون، في نقص فريون. دي اول حاجه من العلامات اللي انت ممكن تلاحظها بسهوله. الشركات بدأت تحط الشبكة داخل البودي بتاع التلاجة في الجنب هنا، هنا في شبكة والناحية التانية فيها شبكة اللي هي المكثف بتاعها، تمام؟ فلو الجنب بتاعها بارد يبقى كده في مشكلة في الفريون، لكن لو الجنب بتاعها سخن يبقى كده ده الطبيعي بتاع التلاجة. طيب دي أول علامة. تاني علامة بنيجي نبص هنا على المواسير بتاعة الموتور، بنشوف أي زيوت حوالين الماسورة، حوالين اللحام، حوالين الفلتر، بنشوف كده بتمشي صبعك كده هو على المواسير.
لو في اي زيت الزيت ده من علامات تسريب الفريول، لكن لو ما فيش اي زيت فدي حاجة كويسة وما فيش اي تسريب فريول. فببتدي امشي ايدي كده مطرح اللحام على المواسير كلها بتاعة الماتور. تمام. تالت حاجة ان الطبيعي ماسورة الطرد بتكون سخنة، لكن ماسورة الراجع بتكون ساقعة. تمام. ماسورة الطرد اهي وماسورة الراجع اهي. الطبيعي ان الماسورة دي ما تكونش سخنة قوي، تمام، لكن من الطبيعي ان الماسورة التانية تكون سخنة اهي. الماسورة دي سخنة جدا، دي ماسورة الطرد ودي ماسورة الراجع اهي. ماسورة الراجع بقدر امسكها، لكن ماسورة الطرد ما بقدرش امسكها عشان هي سخنة جدا. يبقى الماسورة دي لو سخنة بتاعت الطرد يبقى كده كويس، ده الطبيعي بتاعها، لكن لو هي باردة يبقى ده برضو من علامات نقص الفريون. رابع حاجة هنيجي في التلاجات النو فروست، هتيجي تفتح الفليزر كده بتلاقي الجزء البلاستيك ده اللي هو بنسميه المراية، بتيجي بتفكه، هو بيكون مربوط بمسمارين كده، فكينا المسمارين. بعد كده هتجيب اي حاجة رفيعة، مفك رفيع ولا حاجة، وهتبتدي تمسك الجزء ده بالراحة كده بس عشان ما تكسرش حاجة، وتبتدي تشده لبره كده عليك. هتخلع كده معاك زي ما انتوا شايفين. هنيجي نبص هنا على المكثف بتاع التلاجة ده. المكثف ده التبريد بتاعه زي ما انتوا شايفين عليه كله اهو، الشرايح كلها عليها تلج خفيف اهي في الاجزاء كلها اهو، زي ما انتوا شايفين كده التلج على الشرايح بتاعته من فوق زي تحت، التوزيع بتاعه مفيش تلج في مكان واحد او في نصه ونصه التاني لا، المكثف كله عليه تلج. تمام كده. طيب ده كده التلاجة دي مفيهاش نقص فريون والتبريد بتاعها كويس ومفيش نقص شحنة ولا حاجة. طيب لو عندك نقص الشحنة ايه بقى اللي هيكون موجود على المكثف هنا؟ في الاغلب ممكن تلاقي نص المكثف ده فيه تلج كتير والنص التاني مفيش فيه اي تلج، ده من اسباب نقص شحنة الفريون. او ممكن كمان ما تلاقيش عليه اي تلج خالص، ده برضو من اسباب نقص شحنة الفريون. عشان كده قلت لك لازم وانت بتكشف على التلاجة لازم تكون شغالة لمدة يوم على الاقل عشان نعرف نشوف المكثف ده كويس كون تلج في جميع الشرايح بتاعته ولا لا. لكن لو شغلته وقعدته ساعة او نص ساعة او ساعتين وبعد كده ابتديت ان انت تفك زي ما احنا فكينا كده ونبص على المكثف بتاعها مش هيظهر معاك قوي، لكن لو سبت التلاجة شغالة لفترة كويسة يوم على الاقل وتبتدي تبص كده على المكثف بتاعها ولقيت المكثف بتاعها عليه تلج متوزع كويس، يبقى كده التلاجة دي كويسة وما فيهاش نقص فريون زي ما قلنا. ودي اخر خطوات طبعا انت تقدر تشوفها على التلاجة بسهولة بدون فني. الخطوة الخامسة ان انت تركب العداد على البلف بتاع الخدمة، ودي طبعا محتاجة فني. وكده يكون شرحنا كل الطرق اللي تقدر تحدد بيها سواء التلاجة محتاجة شحن ولا كويسة والتبريد عندك مش مشكلته شحن. ياريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي، ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناة هتلاقي فيديوهات كتير لحل جميع مشاكل الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. ولو في عندك مشكلة ومش لاقي لها فيديو على القناة اكتب لي في أي كومنت وبإذن الله هحاول أتواصل معاك أحل لك مشكلتك أو أنزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناة. كده يكون انتهى فيديو النهاردة، أشوفكم في فيديو جديد في قناة أعمل بنفسك. سلام.